من الميادين، السلام عليكم. هذه النشرة الرياضية المفصلة. إلى 10 من آذار مارس المقبل أرجعت محكمة ميونخ الألمانية موعد محاكمة رئيس بايرن أولي هونس بتهمة التهرب الضريبي. المحكمة لم تقدم أي تفاصيل إضافية عن محاكمة هونس، وبحسب مصادر مطلعة فهي لا تنوي تقديم أي معلومات قبل قراءة بيان الاتهام خلال الجلسة، حفاظا على سرية المحكمة في قانون مصلحة الضرائب. وتأتي محاكمة هونس على خلفية قرار الغرفة رقم 5 في المحكمة العليا بعد اتهامه بامتلاك أرصدة في مصارف سويسرية للتهرب من دفع عدة ملايين يورو لمصلحة الضرائب. أندريس إنييستا من عالم الساحرة المستديرة إلى الفن السابع. لاعب وسط برشلونة يخوض أول تجربة سينمائية له بمشاركته في بطولة فيلم كوميدي تحت عنوان من قتل بامبي. وسائل الإعلام الإسبانية كشفت أن الدولية الإسبانية سيتشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أرنستو ألتريو وخوليان بيارغران وكيم غوتيريث. ومن المقرر أن يطرح الفيلم في دور العرض الإسبانية منتصف الشهر الجاري من دون الكشف عن دور لاعب البارسا في العمل الكوميدي. ضغط سان لورينزو على نيولز أولد بويز المتصدر لا يتوقف في ذهاب الدوري الأرجنتيني لكرة القدم أبيرتورا. سان لورينزو خرج بفوز ثمين على ضيفه بوكا جينيورز بهدف لاعبه كوريا، رفع رصيده إلى 26 نقطة في الوصافة مقلصا الفارق إلى نقطتين مع المتصدر نيولز المتعادل خارج أرضه مع كولم بهدفين لمثلهما. وقبل استكمال النشرة نجول على أبرز عناوين الصحف مع الزميل عبد الرحمن الزدين. تفضل عبد الرحمن. شكرا لك محمد، السلام عليكم. نبدأ جولتنا الصحفية من مصر وصحيفة الجمهورية التي سلطت الضوء على نجم الأهلي محمد أبو تريكة. جاء في العنوان رقم قياسي جديد لأبو تريكة والأهلي لا يعرف المستحيل. الماجيكو أضاف رقما قياسيا جديدا إلى سجله، أصبح أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أفريقيا يسجل أهدافا في 3 نهائيات بعد تسجيله في مرمى أورلاندو في ذهاب نهائي البطولة. إلى الأردن وصحيفة الغد التي سلطت الضوء على خلافات داخل المعسكر الأردني استعدادا لملاقات الأورغواي في الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم. عنونت صحيفة الغد تفاصيل خلاف عامر شفيع وحسام حسن. الصحيفة نقلت عن شهود عيان استياء حارس مرمى النشامة من تفتيش المدير الفني حسام حسن حقائب وأدراج غرف اللاعبين من دون علمهم أو وجودهم بداعي البحث عن ممنوعات تتركز في المقام الأول على السجائر. اعتبر أن أسلوب حسن يقلل من احترام المدرب للاعبين وهو أمر لا يحصل لدى أي منتخب آخر. وجاء في صحيفة عكاظ السعودية مضاعفة عقوبة المنشطات إلى 4 أعوام، رابطة المحترفين تطالب بالكشف عن الكحول. في التفاصيل تعتزم رابطة دوري المحترفين السعودي المطالبة بالكشف عن الكحول في عينات اللاعبين. رئيس الرابطة محمد نويصر أكد أن القرار سيكون قريبا إلى أوروبا. وصحيفة ميرور الإنجليزية جاء فيها أرسنال قد يتعرض لغياب مؤثر جديد في مباراة بروسيا دورتموند في دوري الأبطال. أعلنت الصحيفة أن الجانرز يواجه خطر غياب نجمه الدولي الإنجليزي الشاب جاك ويلش عن مباراة الفريق المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام دورتموند. ومن الممكن أن يغيب ويلشير عن قمة الدوري الإنجليزي الأحد المقبل بمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي. ونختم جولتنا مع خبر من موقع سبورتس مول. كشف دخول أرسنال بقوة في سباق الحصول على خدمات نجم دورتموند التركي إيكاي غوندوغان. وبحسب الموقع لن يتردد أرسنال في دفع 25 مليون يورو للظفر بخدمات غوندوغان. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الجولة الصحفية. نعود وإياكم إلى محمد. شكرا لك عبد الرحمن. نفضل بداية منذ 12 عاما لمينيسوتا تيمبرولز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وولفز غلب على مضيف نيويورك نيكس محققا الانتصار الثالث في 3 مباريات. تألق الثنائي كيفن لاف وكيفن مارتن رجح كفة الضيوف. سجل لاف 34 نقطة و15 متابعة، وأضاف مارتن 30 نقطة ساهمت في فوز وولفز ب 190 نقاط لـ100. نقاط كارميلو أنتوني 22 ومتابعته 17 ذهبت أدراج الرياح. نيويورك تلقى الهزيمة الثانية هذا الموسم مقابل انتصار وحيد.
الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتوج بطلا لدورة باريس بيرسي للتنس ويقترب من استعادة صدارة التصنيف العالمي من الإسباني رافائيل نادال. المصنف الثاني يتغلب في النهائي على حامل اللقب الإسباني الآخر ديفيد فرير بمجموعتين نظيفتين. نوفاك ألحق الخسارة الثانية بفرير هذا الموسم والحادية عشرة في 17 مواجهة بينهما. الصربي أحرز لقبه الثاني في البطولة رافعا رصيده إلى 16 لقبا في دورات الماسترز. اعتلاء ديوكوفيتش صدارة التصنيف رهن احتفاظه بلقب بطولة الماسترز الختامية في لندن وتحقيق نادال نتائج مخيبة. تألق متواصل لسيمونا هاليب هذا الموسم. الرومانية عادت من بعيد وقلبت الطاولة على الأسترالية سامانثا ستوسر لتتوج بلقب بطولة صوفيا. هاليب حولت تأخرها بمجموعة إلى فوز باثنتين، حققت الانتصار الثالث على ستوسر في ست مواجهات وتوجت بسادس ألقابها هذا الموسم. الرومانية تقدمت إلى المركز الحادي عشر في الترتيب العالمي في أعلى مركز لها في مسيرتها. لعبة كرة اليد اللبنانية تشرق مع بطلها نادي السد. بطل آسيا 2010 يبحث عن لقب ثان في الملاعب القطرية معلنا التحدي بجهود ذاتية. طموح لا يتوقف لدى السد سعيا وراء استعادة اللقب القاري في كرة اليد. الفريق اللبناني أعد صفوفه تحضيرا لبطولة آسيا المقررة في قطر هذا الشهر. جهود ذاتية لإدارة النادي لتبوئ الريادة الآسيوية للمرة الثانية بعد 2010. فحاولنا عبكير نبلش نشتغل لنتفادى اللي صار معنا بالموسم الماضي. إن شاء الله إنه نكون قدرنا إنه توفقنا بجانب من العمل تبعنا إنه نقدر نعمل شيء أو نقدر نرجع على المركز اللي كنا نحن فيه. يعني كمان هذه السنة حاولنا نحن ندعم الفريق بعدة محلات، النقاط الضعف اللي كانوا عنا هذيك السنة حاولنا نتفاداهم ونسكرهم. مشاركة سادسة في البطولة الآسيوية، حصد خلالها لقبا وحيدا إلى ميداليتين فضيتين. لاعبو الفريق يجمعون على أهمية العودة بالذهب وأمل بإشراقة حديثة وإضافية في الرياضة اللبنانية. يعني مثل كل سنة نحن منحضر مزبوط، بنطلع على البطولة بتركيز عالي، بنطلع على البطولة بدنا نحرز بطولة، بدنا نحرز لقب وعلى الأقل نحرز ميدالية. المجموعة الثالثة مكونة من الإخوية القطري والأهلي البحريني وثامن الحجج الإيراني إلى جانب السد. أبرز مكونات بطل لبنان كانت تونسية وإسبانية. ثنائي نصور قرطاج أنور عياد وعبد الحق بن صالح سيرتدون الزي اللبناني، كذلك خافيير هومبورادوس عميد لاعبي إسبانيا ومعه كوكبة من أبرز اللاعبين في أوروبا. بإمكاننا نربح البطولة هذه إن شاء الله. يعني ديسبسيون متاع العام اللي فات وما ترشحناش يعني كسد لبناني، ان شاء الله سنين ما نعاودوهاش وان شاء الله نروح المينيموم للفاينل ان شاء الله. رحلة لبنانية إلى قطر بحثا عن إنجاز يعطي بريقا لكرة اليد اللبنانية بعد تهالكها محليا، وتمنيات العودة بلقب يحيي رميم اللعبة الجماعية المنسية في وطن الأرز. ضمان التتويج بلقب بطولة العالم في الفورمولا 1 الأسبوع الماضي لم يشبع نهم الألماني سيباستيان فيتال. سائق ريد بول تفوق على منافسيه مجددا وفاز بسباق جائزة أبو ظبي الكبرى. بطل العالم أربع مرات متتالية حقق الانتصار الحادي عشر هذا الموسم والسابع تواليا، فوز عدل به الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات المتتالية في العصر الحديث. فرحة فريق ريد بول كانت متزوجة بحلول مارك وبر في المركز الثاني أمام الألماني نيكو روزبرغ على متن مرسيدس، وأكمل رومان جروجون سائق لوتس وفرناندو ألونسو على متن فيراري المراكز الخمسة الأولى. طبعت رسومها وكتاباتها على ألسنة كبار النجوم. أنا بيباس حالة خاصة دمجت بين حبها للحياة وشغفها بعملها وعشقها لرياضي إسبانيا. التشوه الخلقي لم يمنعها من تزيين مستلزمات اللاعبين فأصابت شهرة واسعة. تقرير يسلط الضوء. غادرت عملها من أحد المحال التجارية لأنها آمنت بموهبة فنية تتمثل بالطباعة. أنا بيبس عززت هوايتها وعملت جاهدة لتنمي حسا فنيا مرهفا على الرغم من التشوه الخلقي.
متلازمة داون أصابت الفتاة الكتالونية منذ ولادتها، لكنها لم تقف عائقا في وجه طموحها وحلمها، حلم راودها منذ الصغر بأن ترسم صورا وتكتب مخطوطات بيدها اليسرى قبل أن تتحول إلى طباعة إلكترونية. شهر حزيران يونيو الماضي استضافت كاتالونيا إحدى مراحل الموتو جي بي، ما دفع بالفتاة الإسبانية إلى تصميم خوذة قيادة لنجم السباقات خورخي لورينسو. رحب بالفكرة واعتمرها خلال السباق، كما رفعها حين فاز بالمركز الأول. النجم الإسباني لم ينسى بيبس على منصة التتويج، فقد أهداها الفوز الثمين، كما حملها واحتفل معها باللقب. حبها لنادي برشلونة يختصر بعشقها للاعب الوسط أندريس إنيستا. ضاعفت مجهودها لطبع اسمه كما الرقم 8 على قميص البرشا، فأهدتها لأفضل لاعب في أوروبا سابقا، وبدوره ارتداها بحب شديد. طريقة الكتابة ميزت أن عن كل الكتابات الأخرى، فقد أصبحت علامة تجارية حصرا بها. هذا المطعم شاء أن يدون على لائحة الطعام أسماء الأطبقة اليومية بخط بيبس. ذاع صيتها في مختلف أنحاء البلاد لتحل ضيفة على الشاشات المحلية. أن بيبس تختلف بالشكل مع غيرها من الناس، لكنها لا تقل شأنا بالموهبة والإمكانات عن سواها، لبل تتميز عن معظم الناس بوفائها الشديد، فهي لم تنسى لحظة من واكبها ودعمها ووقف إلى جانبها، فتشكر دوما شقيقها الأكبر صاحب الفضل بوصولها إلى ما هي عليه. مع موهبة أن نصل إلى ختام النشرة الرياضية المفصلة، نشكر لكم حسن المتابعة. السلام عليكم.